Secara definisi syariat, puasa itu al-imsaku biniyati ta'abbud, menahan diri dengan niat beribadah. فسبح باسم ربك العظيم. الله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال، أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال، أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال، نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا. ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال، نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا. آتي الكف يا مسلمنا لا تغرق في الدنيا زوال، فالغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال. فردوس الرحمن ظلال. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال،
رددنا بضع رسالات تعجل نورا للأجيال، معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال، أعددنا بضع رسالات تعجل نورا للأجيال، ميزنا الله بقرآن يعصمنا إن غصنا مال، إنما همتنا في الدنيا ندعو لله بإدلال، ميزنا الله بقرآن يعصمنا إن غصنا مال، إنما همتنا في الدنيا ندعو لله بإدلال، بأمتنا مهما الشر بها قطع، مهما الشر بها قطع، معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال، أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال، معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال، بضع رسالات تحمل نورا للأجيال، ونمد يد العون بحب لنخفف بعض الأثقال، نتطوع لله بشوق لا نبغي شكرا أو مال، ونمد يد العون بحب لنخفف بعض الأثقال، نتطوع لله بشوق لا نبغي شكرا أو مال، تبصرة تدعو لحياة أكثر إيمانا إجلالا، تبدل شوك العمر ربيعا وتخبئ كنزا فتعالى، وتخبئ كنزا فتعالى، معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال، أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال، معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال، أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال، معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال، أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال، معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال، أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال، ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال، نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا، ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال، للجنة نسعى برضا، آت الكف أيا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال، فالغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال، فردوس الرحمن ظلال، معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال، أعددنا بضع رسالات تعجل نورا للأجيال، معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال، أعددنا بضع رسالات تعجل نورا للأجيال، ميزنا الله بقرآن يعصمنا إن غصنا مال، إنما همتنا في الدنيا ندعو لله بإدلال، ميزنا الله بقرآن يعصمنا إن غصنا مال، إنما همتنا في الدنيا ندعو لله بإدلال، ولذا أشعلنا مصباحا ومضينا رمى الأميال لنبث الخير.
قطا مهما الشر بها قطا على نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ونمد يد العون بحب لنخفف بعض الأثقال نتطوع لله بشوق لا نبغي شكرا أو مال ونمد يد العون بحب لنخفف بعض الأثقال نتطوع لله بشوق لا نبغي شكرا أو ما تبصرة تدعو لحياة أكثر إيمانا إجلالا تبدل شوك العمر ربيعا وتخبئ كنزا فتعالى وتخبئ كنزا فتعالى معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال جهلا للجنة نسعى برضا آت الكف يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال بل غاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال فردوس الرحمن ظلال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ميزنا الله بقرآن يعصمنا إن غصنا مال إن مهمتنا في الدنيا ندعو لله بإذنه ميزنا الله بقرآن يعصمنا إن غصنا مال